وانت عارف مش مقتنع، عندك معلومه ان في مشاكل جوه الفرقه، فهي مين ومين؟ في يعني عدم سيطره، في عدم سيطره موسيماني على الفرقه بشكل كامل. ده اللي انا ده جزء اداري. سيطره على اوضه اللبس ده بتاعت سيد عبد الله كابتن سيد. لا 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 مش جزء اداري. انا بتكلم ازاي موسيماني ومدير لا 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 موسيماني اوضه اللبس مش بتاعته، موسيماني الملعب مش اوضه اللبس. انت بتقطع وخلاص، بقطع ده كده. انا بكلمك بالمنطق، احنا بنتكلم بقى دلوقتي جزئيه، هرد عليك في جزئيه. موضوع حسام حسن لما يلعب ينزله قبل في الوقت بدل الضايع، ايه الناحيه الفنيه اللي فيها؟ ايه الافتكاسه اللي فيها؟ قول لي انت كده تقول لي. بص رونالدو ولا حسام حسن؟ ايه علاقه رونالدو؟ لا جاوبني، رونالدو ولا حسام حسن؟ لما تتكرر مرتين في ماتشين جاوبني وبعد. يا استاذ كريم، رونالدو ولا حسام حسن؟ ايه علاقه ايه رونالدو؟ الماتش الاخير بين السيتي واليونايتد رونالدو بره القايمه خالص. لا رونالدو كان مصاب. لا تقيل ان هو مصاب، مفيش حاجه اسمها تقيل. انت كمان دخلت يا سيدي، يا سيدي انت عالم بباطل الامور برضه. لا 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 انا اقصد دي تقرير انجليزي كتبت الكلام ده. طيب تعالوا نحط الامور في هدوء. كده كده قصه رونالدو دي قصه تانية خالص، وخلينا في حته بس خليها حسام حسن. تمام، على فكره هو فرقتين بصحبه. انا مؤمن ومقتنع. طب انا هقول لك بس استاذ يحيى هقول لك صحيح، اصل انا نسيت. هريحك ليه شاطين حمر فوق متعب وانت حاطط شاطين حمر. هريحك حسام حسن تمام، لاعب كفء ولاعب رائع ولاعب كبير. موسيماني من حقه ان شاء الله يشاركه 10 ثواني هكمل لك، بس ناخد بس الكلام بالمنطق. موسيماني من حقه يمشيه كمان طبعا، يقعده او يعمل اللي هو عايزه، بس في امور زي ما بنقول كده روح القانون، في حاجات نفسيه. انت عندك مهاجم كان واحد من غير ما مكبرها برضه، هي الواحد كان واحد من هدافين الدوري تمام، ما بيشاركش خالص حتى لما اتصاب بيرسي تاو، حتى لما شريف كان في المنتخب، حتى في كل الاوقات حسام ما بياخدش فرصه. فواضح انه الراجل يبدو كده انه مش مقتنع بيه، يبدو. فخلاص ده انت مش مقتنع بيه طلعه بره القايمه خالص. ليه؟ عشان انت اكيد مش منزله دي عشان تستفيد منه، انت مش هتستفيد خلاص. فخلاص لو انت تفتكر يا كريم، يعني نفسيه اللاعب دي نفسيه بني ادم، والمدربين في اوروبا اللي انت اديت بيهم المثل، لا هم بيهتموا جدا بنفسيه اللاعبين، بيركزوا فيها جدا. يا استاذ كريم قعد قد ايه عشان يشارك اساسي؟ لا في لا. فرق بين مشارك اساسي. يا سيدي انا ما قلتلكش شارك اساسي اصلا، كل لاعب ليه فتره معينه يا استاذ كريم. احمد عماد كان بيحصل معايا يشارك في اخر 10 ثانيه، هي فتره معينه يشارك في اخر 10 ثانيه لو ده عادي. هل تسمع تاني؟ انا بكرر لك اهو، انت بتناقش حق المدرب ما يشاركوش اصلا، ما يحطوش احتياطي. بس هي الفكره انه لا على فكره مش مشكله، والراجل اشاد باللاعب حسام حسن، وحسام حسن ما اتكلمش. طب ليه؟ وحسام حسن ما عملش مشكله. انا مش بقول ان في مشكله، انا بقول ان احنا لما كنا بنتفرج على المباراه اتضايقنا لحسام. حط يا اخي نفسك، حط نفسك كلاعب. الولد طلع عيط وانا كل يعني شويه كمهاجم، وخد بالك يعني هو طلع عيط من فراغ. انا بعد اذن وسيحي، انا اسف عشان هطلع فاصل، بس هديك حاجه قبل ما تطلع فاصل هرد هقول كومنت في الحته دي. هديك جزء يخليك تفهم قد ايه حسام حسن ده بيعاني. حسام حسن ده من سنه كان موجود في سموحه، اساسي سموحه ومن هدافين الدوش، وهو شايف كارلوس كيروش بياخد كل اللاعبين للمنتخب واي لاعب المنتخب. شايف دلوقتي هو حسام حسن بيعني مروان حمدي اللي بيلعب في سموحه بيروح المنتخب وبيلعب في ماتشات اساسي، وهو اللي كان رايح النادي الاهلي عشان ابقى قريب من المنتخب ما بقتش موجود في المنتخب ولا موجود في النادي الاهلي. طب حلو، ليه الناس ما قالتش ان موسيماني بيشاركوا في الدقيقه 90 عشان يحطهم مكافاه الماتش؟ انا بدي مثال على فكره، مش ايه لا دي وحشة. انا بدي لا ده في مدربين بتعمل كده. طب هو في السكور شيت، هل هو احسن؟ هل هو احسن كلاعب؟ لا ما اقصدش المعنى الحرفي ليه. انا اقصد ان ليه انت بدل ما خدتها ماتشين على محمل ان هو بينزله الدقيقه 90 فكده بيضايقه، ليه ما خدتهاش في ناحيه يا كريم؟ احنا انتقدنا كلنا، بلاش بقى موسيماني عشان عارف الموضوع ده بيبقى فيه حساسيه ناحيه الاهلي. احنا انتقدنا كلنا كارلوس كيروش لما عمل كده مع محمد شريف في امم افريقيا، صح ولا لا؟ مع ان الموقفين مختلفين تماما. انا ما انتقدتش كارلوس كيروش ولا لا في ناس انتقدته كتير. انا اقصد ان ساعتها رايي كان بيطلعه عشان بس ضربات الترجيح. انا شايف ان سبب. هو كان سبب، هو نزله 5 دقايق حس ان هو ممكن يصنع الفرق يجيب بسرعته هدف او حاجه ويطلعه، لان زيزو رغم ان انا وقتها ما انتقدتش كارلوس كيروش، بس اشفقت على محمد شريف. هو دي النقطه، هو نفسه عمل ايه بقى؟ تشفق على اللاعب. هو نفسه انت تفتكر راح له مخصوص وقال له ما تزعلش وبتاع طبعا، وعمل له نوع احتواء بشكل كويس في جزئيه زي كده، وبقى الموضوع عدى. اللي حصل مع موسيماني لا نفسي اروح غير